وصيتك لصاحب محتوى هادف تفتر همته لقلة المتابعين. تفتر همته لإيش؟ لقلة المتابعين، والله ينزل ما يشوف مقطعه إلا 300 400 ألف وغيره بالملايين والآلاف. يعني طبعا سم شيخ. وصيتك لصاحب المحتوى الهادف. طبعا يا اخواني في قضيه مهمه جدا، انت لا تتعبد الله جل وعلا بالارقام. الله أكبر. انت مو قاعد تعبد ربك كم واحد يتابعك، انت تعبد الله جل وعلا ان الله يراك وانت تنشر هذا الخير. هذا واحد. اثنين، البركه لم تكن يوم من الايام حصرا على 1000 ولا 2000 ولا مليون ولا مليونين، قد يتابعك مليون ولا ينتفع بك واحد. وقد يتابعك الاف وينتفع بك الاف. ثالثا، قد يخبئ الله جل وعلا عنك بعض اثار عملك رحمه بك لا كفرا بصنيعك. الله الله، لأن الله جل وعلا لو أظهره لك لو وكلت إلى نفسك وأهلكك الله. خامسا، أن عادة الله جل وعلا في بعض عباده أن لا يظهر عواقبهم إلا بعد مرور الزمن. شيخ الإسلام الله يرحمه هذا بس مثال واحد، ترى ما جمع علمه للناس إلا بن قاسم الذي متوفى عام 1394 أو 93. تخيل هذا 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 الكم الهائل من هذه الصفحات والعلوم بقيت حبيسه ومتناثره ذات اليمين وذات الشمال، ثم يسخر الله جل وعلا لهذا العلم رجل يطوف الدنيا يجمعها حرفا حرفا ورقه ورقه. ولذلك لما قيل للمعلم رحمه الله تعالى علام اليماني، قيل الا تجمع يعني ما كتبت؟ وان كان الجمع للكتابه سبب، لا احد يعتقد ان كلامه على اطلاقه. قال لو علم الله فيها صدقا او اخلاصا لاظهرها، واليوم طالع في 20 مجلد. الله اكبر. أنت شيخ تعبد الله، أنت يجب عليك أن تؤمن أن الذي عليك هو البلاغ والباقي إلى ربك، ليس لك ولا إليك ولا منك، سبحان الله. بس هذا سرك.